أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذا بدأت المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية. هذا المنخفض الجوي يترافق مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة وأيضا جبهة هوائية باردة عالية الفعالية. الأحوال الجوية تغيرت بشكل جذري خلال ساعات نهار اليوم، تكاثرت كمية من الغيوم وهطلت أيضا زخات من الأمطار وزخات من الثلوج. خلال ساعات الليل يتوقع أن تشتد تأثيرات هذا المنخفض الجوي، وينخفض مستوى تساقط الثلوج ليشمل المناطق التي ترتفع عن 700 متر، وبالتالي هناك تراكمات ثلجية واسعة النطاق في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وحتى المنطقة الجنوبية وأجزاء حتى من المنطقة الشرقية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذا بدأت المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية. هذا المنخفض الجوي يترافق مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة وأيضا جبهة هوائية باردة عالية الفعالية. الأمطار بدأت بالهطول في مناطق واسعة من المملكة، كانت عبارة عن زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر. الساعات القادمة تحمل المزيد من الفعالية الجوية مع اشتداد تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، مع بدء عبور الجزء الأقوى من هذا المنخفض الجوي. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح اندفاع لكميات كبيرة من الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام وأيضا المملكة. المنخفض الجوي خلال ساعات الصباح تمركز فوق جزيرة قبرص، خلفه أو تبعه هذه التيارات القطبية شديدة البرودة قادمة من الأراضي اليونانية والتركية، ثم تحركت مع تحرك هذا المنخفض الجوي نحو المنطقة الشرقية. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تحركت خلال الساعات الماضية نحو المملكة، عملت على اشتداد في الحالة الجوية وأيضا هطول زخات ثلجية وأيضا مطرية في مناطق واسعة. نتحدث أكثر حول الهطولات المطرية باستعراضنا لهذه الخريطة لتوزيع الأمطار اعتبارا من ساعات ظهيرة يوم الأربعاء وحتى ظهيرة يوم الخميس. خلال ساعات ظهيرة يوم الأربعاء الجبهة الهوائية الباردة واضحة هنا في فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت مسبوقة بكميات من الغيوم التي انتشرت في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار وأيضا زخات متفرقة من البرد. لكن خلال ساعات العصر والمساء تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة وتعبر أجواء المنطقة بشكل عام، بداية من الأراضي الفلسطينية ثم تنتقل نحو المملكة. هذه الجبهة الهوائية الباردة تشمل أغلب مناطق المملكة سواء الشمالية الوسطى وحتى المنطقة الجنوبية، ثم لاحقا تنتقل نحو المنطقة الشرقية. هذه الجبهة الهوائية الباردة تكون مترافقة مع حدوث الرعد وأيضا زخات من الأمطار الغزيرة وأيضا زخات من الثلوج فوق القمم التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر خلال ساعات مساء يوم الأربعاء. لكن خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس يبدأ يعبر الجزء الأقوى من هذا المنخفض الجوي والجزء الأبرد أيضا، بحيث تنتظم الهطولات سواء المطرية سواء الثلجية في المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية وأجزاء حتى من المنطقة الشرقية، تكون عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، وبالتالي خلال الليلة أو خلال هذه الليلة ستكون هناك تراكمات جيدة من الثلوج فوق كل المناطق الواقعة أو التي ترتفع عن 800 متر كتراكمات، بينما التساقطات والمتهاطلات ستكون على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، وبالتالي خلال ساعات صباح يوم الخميس بإذن الله ستكون مناطق واسعة من المملكة تشهد تراكمات جيدة من الثلوج وأيضا حتى إغلاقات في الطرقات. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الخميس بإذن الله تستمر المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية القطبية،
وبالتالي تستمر أيضا فرص هطول زخات الثلوج في العاصمة عمان وعموم المنطقة الشمالية وأيضا المنطقة الجنوبية، لكن يرتفع مستوى تساقط الثلوج خلال النهار يوم الخميس ليكون ما بين 900 إلى 1000 متر خاصة خلال ساعات الظهيرة، بينما يكون خلال ساعات الصباح أو نكون خلال ساعات الصباح لازلنا نتأثر بذروة هذا المنخفض الجوي، وتستمر الثلوج ما دون 800 متر خلال ساعات الصباح، على أن يرتفع هذا الارتفاع تدريجيا خلال ساعات النهار. 5 درجات مئوية كحرارة عظمى في العاصمة عمان، الصغرى درجتين مئويتين فقط. تستمر فرص هطول زخات الأمطار المخلوطة بالثلوج وحتى الزخات الثلجية فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها هذه المرة عن 1000 متر. 4 درجات مئوية كحرارة عظمى في العاصمة عمان، أما الصغرى 3 درجات مئوية. يوم السبت يبتعد المنخفض الجوي ويستقر الطقس مجددا، لكن تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة. تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، بالرغم من الارتفاع القليل على درجات الحرارة. العظمى تسجل 8 درجات مئوية، أما الصغرى 3 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد الخميس، نبدأ شمالا حيث تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، رياح نشطة وأمطار في المفرق 7 إلى 4، إربد 9 إلى 6، جرش 8 إلى 5، وعجلون 9 إلى 5، مع فرصة لهطول زخات من الثلوج في عموم هذه المناطق خلال ساعات الصباح، على أن يرتفع مستوى تساقط الثلوج خلال ساعات النهار ليصبح الجو ماطر في كل المفرق وإربد وجرش، بينما تكون هناك أمطار مخلوطة بالثلوج في عجلون، بينما تكون الأجواء ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بهذه الأحوال الجوية الباردة، الزرقاء 8 إلى 5، عمان ثلوج مع 5 إلى درجتين، البلقاء أيضا زخات ثلجية مع 6 إلى 4، مأدبة أمطار مخلوطة بالثلوج مع 7 إلى 2، والبحر الميت 17 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 4 إلى 2 مع أجواء ثلجية، الطفيلة 4 إلى 1 أيضا مع أجواء ثلجية وثلوج متقطعة في معان مع 4 إلى 1، نفس الأجواء في الشوبك مع 1 إلى درجة 1 تحت الصفر، أما العقبة 15 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الشرقية أمطار مخلوطة بالثلوج في عموم هذه المناطق خاصة خلال ساعات الصباح يوم الخميس بإذن الله، على أن تصبح الهطولات عبارة عن أمطار خلال ساعات النهار. أرويشة 9 إلى 0، الصفاوي 7 إلى 1، والأزرق 9 إلى درجتين مئويتين فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب.